أخبار مهرية باختصار. الخارجية تطالب واشنطن بممارسة مزيد من الضغوط على طهران لوقف دعمها العسكري للحوثيين. الوزارة اتهمت النظام الإيراني بتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لابتزاز دول الجوار وتهديد الأمن والسلم الدوليين. مسؤول حكومي يتهم الإمارات باستغلال قطاع بلحاف ومنح تراخيص وعقود استثمار لشركات تنقيب. ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المسؤول قوله إن نحو 80% من هذه الاستثمارات مصدرها الإمارات. وزارة الصحة تعلن ارتفاع عدد من تلقوا لقاح فيروس كورونا إلى أكثر من 87,000 شخص. الوزارة دعت المواطنين للاستجابة للفرق الصحية والتفاعل مع حملة التحصين في المحافظات كافة. صحيفة إيطالية ترجح مغادرة كريستيانو رونالدو نادي يوفنتوس خلال الموسم المقبل. ووفقا للصحيفة فإن رونالدو مرشح للانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال صفقة تبادلية بين الناديين. طائرة هندية تضطر للعودة إلى مطار إندرا غاندي في نيودلهي بسبب خفاش. وسادت حالة من الرعب بين الركاب عقب ظهور الخفاش وهو يطير داخل مقصورة الطائرة. إلى اللقاء باختصار آخر.